السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بالجميع. اليوم سوف نتعلم طريقة عمل مجسم أسد بطريقة سهلة ومحترفة. تابعوا معي خطوات العمل. نجهز عجينة السكر بالألوان والكمية التي نحتاجها. أولاً نبدأ بتشكيل الجسم، تقريباً شكله كشكل الإيجاصة، ونغرس فيه عوداً خشبياً. بعد ذلك نشكل رأس المجسم، يكون بيضاوياً، ونسطحه قليلاً بهذا الشكل مكان الأنف والفم. ثم نبدأ بتشكيل الأطراف. بالنسبة لليدين، أخذت عجينة السكر، شكلتها أصابع، ثم أخذت السكين وعملت شقين بالجهة العريضة كأنهم أصابع. الأطراف السفلية تكون أكبر وأعرض بالقدم. هنا ضغطت قليلاً حتى نبرز القدم، ونسطحها من تحت، ثم نشق بالسكين ثلاثة فتحات. وأخيراً بأداة الكرة نعمل تجويفاً بسيطاً. نلصق جميع الأطراف بقليل من الماء. نأتي بقطعة صغيرة لونها سكري أو أوف وايت بنفس حجم التجويف الذي عملناه مسبقاً، ونضع عليها تفاصيل الفم والأنف. بأداة الكرة قمت بتحديد مكان العيون. ثم نشكلهما مع الأذنين والحواجب، وبهذا نكون قد أكملنا كل الوجه.
ننتقل للشعر، نتبع نفس الخطوات. هنا أتيت بصحن مخصص للورود، أو استعمل أي شيء يشبهه. نضع عليه العجينة التي شكلناها على مساحة كل قطره بنفس الطريقة. نكمل باقي تفاصيل الوجه، ثم نتركه لينشف لمدة يوم أو يومين. بعدما ينشف جيداً نثبته. وأخيراً نلصق الشعر الأمامي ليجعله أكثر لطافة. أتمنى أن تتبعوا نفس الخطوات لتتحصلوا على نفس النتيجة. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. لا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك.